الحقيقة إن التفسير اللي ذكره ضيفي الدكتور سعيد صادق في الفاصل يمكن يكون حقيقة صادم للكثير من الرجالة اللي بيتفرجوا علينا. تفسيره للنظرة غير البريئة اللي أشارت إليها أمينة خيري قبل الفاصل. أنت قلت حاجة وأنا أسيبك أنت اللي تقولها. شوفي، إحنا قلنا إن وضع المرأة في مصر بيتأثر بعوامل عديدة، منها العادات والتقاليد. لا مش ده اللي أنا أقصده. أنا هوصلك، هوصلك ليه، هتنبسطي النهاردة الستات هتنبسطي. من ضمنها طبعاً أيضاً يعني بالإضافة إلى التفسيرات الدينية السائدة، العادات والتقاليد، الأوضاع الاجتماعية، أيضاً نظرة الرجل لنفسه. الرجل يعرف نفسه بإما نجاحه في عمله، نجاحه في حياته، إنجازاته. لما ما بيبقاش عنده حاجة من الحاجات دي بيحاول يثبت ذكورته، لأن خلي بالك ده مجتمع ذكوري أبوي، فبيحاول يثبت الحكاية دي إزاي؟ يثبتها إنه يستعرض على أو يعملها زي ما بنكلمه فترة على غزوة الصناديق، يكلمه على غزوة المرأة. يعني بالبلدي بيعوض خيبته. بالظبط. فشلوا مثلا في انتصار في هنا او انجازات علميه او 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 بيحاول يعوضها بهذا النوع النظره الغريبه للمرأة. يعني لو هتقولي لا ده تاثيرات يمكن الدول بعض الدول الخليجيه، طب يعني الكلام عن التفسيرات الدينيه، يعني اول التفسيرات الدينيه والحديث السائده والايات القرانيه، فكره غض البصر في الاسلام والاحتشام في كل الاديان والامر وغض البصر للجنسين. شوفي احنا عندنا في مصر ثقافه، فازاي بتفسر احيانا ان يبقى في شخص بيتمسك بكل المظاهر لكن شوفي احنا عندنا في مصر ثقافه دينيه مسمومه. الثقافه الدينيه المسمومه ديت هتلاقي بعض الشيوخ اللي بيطلعوا لك في بعض قنوات الصفرة الدينيه يشجعوا على التحرش، بدل لابسه كده يستحل. عندك ناس يمكن 80% من هذه القنوات وهذه وهؤلاء الشيوخ الصف زي ما فتاوي صفرة، شيوخ صف يطلع لك حاجات تجذب الشباب دوت. يا اما تلاقي كل كلامه عن الجواز من الاطفال او الجواز من اربعه، او يقعدوا بقى تفاصيل في حاله هوس، الهوس الجنسي والهستيريا. خلي بالك هؤلاء لا يقدموا التفسيرات الدينيه اللي تقود للتعايش او السلام او التنميه. يعني لا، الحقيقه المثير في بعض الناس انها يعني في حدود ما قرات ان بعض حتى المراهقين بيبحثوا او بيتفرجوا على هذه القنوات بحثا تحديدا على الماده المثيره دي بالنسبه والفتاوي اللي وبالذات ردود الفتاوي، التفاصيل المغرقه في التفاصيل. فتاوي الفتاوي بتاعت بعض هؤلاء الشيوخ لانه عارف ان الجمهور بتاعه بيحب كده ولا حقيقه في الدين، واخد بالك؟ عشان ايه يبتدي بقى ايه يحط لك كلام بلاي بوي بقى والمجلات دي بالتفاصيل، بس شاد ايه مع 80 حته كده اسلاميه هنا وبتاع ويمشي العمليه. فطبعا الناس تقعد تقرا والشباب بقى منبهر. يعني ممكن يحكي لك مثلا قصه سيدنا يوسف بالتفصيل الممل، تفتكر انه كان قاعد موجود معاهم مثلا، يعني شيء غريب. انما هو ليه جمهور معين وعايز يسمع كده، وهتلاقي اغلب كلامهم على هذه المواضيع. يعني ما بيتكلموش مثلا اتقان العمل او النظافه من الايمان، لا مش عايزين الكلام ده. عايزين ايه ليله الدخله الاسلاميه ازاي؟ النظافه من الايمان ما كانتش شوارعنا مع الاسف بقت اصبحت. فطبعا النظره الدونيه للمراه، يعني المراه في مصر لا تعامل كانها مساويه للرجل، ده من نظره انها يعني حاجه نهيبه او سبيه، بدل ماشيه لوحدها يبقى ايه تستحل. لو تلاحظي كمان لما كل الستات ماشيه لوحدها تقول لك لما ابقى ماشيه لوحدي والناس تشوفني تلاقي الرجاله يقعدوا يبصوا كده ماشيه لوحدها، يبقى ايه فاضيه، يبقى انا استعرض ذكورتي عليها، يبقى هي بتدور على راجل. الحقيقه ان المساله حتى تجاوز الدو في بعض حالات التحرش بالذات اللي شفناها في التحرير، كان في امهات وكان في معاهم ازواجهم. لو ربطنا بين فكره التحرش والنظره للمراه وبين فكره العشوائيه اللي بتحصل في الشارع، فكره ان انا بفرض امر واقع وانا أنا هقف هنا وده بتاع شارع الحكومة وأنا هقف فيه، ارتباط ده ببعض الممارسات الفاسدة، دفع مثلا رشوة للمسؤول في الحي، دفع رشوة لبعض أمناء الشرطة الفاسدين، يعني هل ممكن الربط بين اللي بيدهن بلكونته موف ومحدش بيقول له حاجة وبنتعود على المنظر القبيح؟ لو دورنا على خيط
الخيط هو اللي اسمه الشماعة، يعني احنا الحقيقة أبدعنا زي ما بهرنا العالم في الثورة وبهرناه في ثورة تانية وبهرناه بالقدرة على التغيير السريع، فاحنا بنبهر العالم دايما بقدرتنا على التعليل والتبرير، مرة يبقى باسم الدين ومرة باسم الحاجة ومرة باسم أنا عايز كده أنا حر، ده بيتي ده البلكونة بتاعتي أنا حر فيها. فدايما فكرة التبريرات الحقيقة مستمرة ولا تنقطع، وهي على فكرة تشملنا كلنا، سواء اللي فينا بيعتنق الإسلام السياسي أو ليبرالي أو قاعد على القهوة أو حزب الكنبة، يعني فكرة التبرير المستمر دايما. مثلا في التحرش يقولك ما أكيد قبل حتى هو ما يشوف مثلا إيه اللي حصل ولا مين اللي تعرض للتحرش، يقولك أكيد هي كانت لابسة لبس يعني مش تمام قوي، أصل البنات الحقيقة اليومين دول بقوا يلبسوا لبس مش تمام. دايما في تبرير، دايما في تعليل، أصل الفقر، أصل الفقر مخلي الشباب مش عارفين يتجوزوا، أصل الـ الـ الولد أصله الحقيقة كان خاطب ومعرفش يكمل الجوازة فاضطر إن هو يعمل كده فكره البنات فابتدى إن هو ينتقم منهم بشكل أو بآخر. ففكرة التبرير المستمر، وعلى فكرة يعني ممكن أقول إن الغالبية العظمى من هذه التبريرات هي غير علمية وغير منطقية ومش قائمة على أي حاجة، ولكن أسهل حاجة في الدنيا إن حضرتك تبرري حاجة نقطة ضعف أو حاجة مش مظبوطة عندك إنك تحطيها على شماعة أخرى، اقتصاد، مجتمع، قلة جواز، فكرة العشوائيات. وعلى فكرة العشوائيات بقى كمجتمعات عشوائية اللي هي المناطق العشوائية اللي احنا بنشكو منها، هي فيها أعتقد يعني إن أكبر نسبة من قلة الكبت الجنسي، يعني في بيبقى في سبل كثيرة جدا يعني إن الشباب وأحيانا الفتيات كمان إن هم يعني يعبروا عن هذه المشاعر للأسف الشديد. ولكن إحنا غير بقى إن إحنا المعاناة بتاعت التبريرات إن إحنا فكرة الإزدواجية، يعني دايما أنا أقول إيه المجد للباطيستا، عارفة كان في قماش زمان اسمه قماش الباطيستا يقول لك على كل لون يا باطيستا تعقوبة بتاع كوبا الايه كوبا كوبا فدايما يعني عندنا التبرير والتبرير الاخر، عندنا حتى ممكن تبرري التبريرات متناقضه عشان توصلي للنتيجه. واكبر تناقض التناقض الثاني هنرجع نقول ان انا بربط دايما بين يعني بزوغ شمس التحرش الرهيب مع بزوغ المد المتاسلم، ان انا بقول يعني برامج فقه المراه، عارفه مين اكتر ناس بتشوف فقه المراه رجال. برامج فقه المراه الرجال، لان نفس السبب اللي ذكره الدكتور سعيد، نوع الكلام ونوعية الأسئلة وإسهاب شديد جدا في التفاصيل. فيعني دايما الإزدواجية في المعايير دي الحقيقة. طب الحقيقة يعني اللافت هنا، يعني إذا كنا احنا بنتكلم على فكرة إن كل واحد بيبرر لنفسه شايف إنه أصبح حق مكتسب، في المقابل بنجد إن في، هل الدولة هي اللي عليها إنها تضبط ده؟ إمتى ممكن نوصل لفكرة المجتمع المنضبط اللي هو بيضبط نفسه بيحافظ على حريته لكن في إطار حريات عامة؟ سلطة المجتمع اللي موجودة حتى في دول تانية مفترض إنها أقل رسوخا في الحضارة 7000 سنة، هي سلطة الدولة الحقيقة مش هتطبق بين يوم وليلة. وهرجع هنا، هل إحنا محتاجين سلطة الدولة؟ طبعا هل سلطة الدولة هي اللي محتاجينها ولا في سلطة المجتمع عليها أن تمارس؟ لا، هي إحنا بشر والبشر مش ملائكة، يعني لسه كنا بنتكلم من شوية بنقول ان الطبيعه البشريه لو جبت حضرتك مواطن من اعتى ديمقراطيات العالم واكثر بلدان العالم تقدما ورقيا من سويسرا ولا من انجلترا ولا من فرنسا وحطيتيه في مكان ما فيهوش قانون، تاكدي تماما ان هو لن يلتزم بالقانون، يعني ممكن يلتزم بالقانون بحكم التنشئه والتربيه شهرين ثلاثه اربعه، ولكنه يعني احد الاصدقاء مره البريطانيين كان في مصر وبيقول ان دي جنه الفوضويين، يعني فكره التشالنجر يعني يمكن افضل مثل لكده لما حد بيكون عاش سنوات بره وبيمشي في الشارع ويقف في الاشاره الحمراء او يمشي فيبص يلاقي ان اللي حواليه كلهم بيشتموه لان هو واقف في الاشاره الحمراء اللي مش مراقبه، فبعد شويه يلاقي نفسه ان هو بياخد عربيته وبيمشي وكان بيقطع الاشاره. سلطة الدوله مطلوبه في الاول عشان نرسخ فكره ان في حاجه اسمها قانون، في حاجه اسمها على فكره اتباع القانون، لان احنا عندنا برضو فكره تانية في مصر وللاسف الشديد برضو هتجنى على الرجاله واقول ان نسبه كبيره من الرجال بيعتقدوا ان علشان انا مثلا اتبع اشاره المرور يبقى معناها ده في انا بقلل من شاني، يعني دايما هي الستات هي اللي تلتزم مثلا باشارات المرور، السيدات اكثر التزاما في ده تحيز طبعا. انا متفق انا ما اثرتش شوف احنا اغلبيه لا انا هنعمل ايه عايز اروح
اروح في سلام. فلا يعني يعني فكره ان انا بكسر القانون فانا كده ثبت يعني اثبت ان انا يعني عندي قدره وقوي وعضلات وبتاع، دي الحقيقه فكره يجب ان ايه يعني نمحوها تماما. فالدوله لا لازم تبقى موجوده على الاقل علشان في الاول، علشان لازم تبقى موجوده على طول على فكره، يعني مفيش حاجه اسمها ما بيبقاش في دوله. فكره ترسيخ القانون، ثقافه القانون، فكره احترام القانون ده امر واجب ومفيش يعني غير قابل للتفاوض. ما ينفعش ان انا تبقى في مخالفه مروريه فادحه ويجي الناس تتلم على ظابط تقول له معلش بس عشان ده وغلبان وتاكسي وطالع مش عارف ايه، لما دي مره في الثانيه في الثالثه انا ببعت رساله ان مفيش قانون ومفيش دوله. فانت لو كسرت الاشاره الرهنه النهارده لا اكسرها بكره، ولو في واحد واقف قدامك زي ما حكمه بتقولي الاشاره حمراء لا اشتمه علشان يمشي. فهي يعني فكرة الدولة مش بس، ما أقصدش قبضة حديدية ولا أقصد تعذيب ولا قصدي فساد ولا قصدي حكم حزب واحد، مساواة أمام القانون كمان للجميع، مش إن اللي يعرف الباشا الضابط هيمشي. لا لا خالص، وأعتقد إن ده هيتغير على فكرة. يعني برضو مخاوف بتاعت الناس اللي هي عودة الفساد وعودة سطوة الشرطة وإنها تبقى لحماية النظام، اعتقد حتى لو في محاولات من قبل البعض لعودتها ما اعتقدش يعني، وان شاء الله يكون اعتقادي ده. ايه اللي مزبوط بتراهني عليه عشان تعتقد؟ ايه اللي براهن عليه؟ لان الناس يعني دائد ده ودائد ده. واعتقد ان الناس اللي هي الناس على فكره الشرطه، لان الشرطه هم ناس مصريين زينا، الناس اللي هم العاديين هم جربوا ان عصر كان فيه وجدت الشرطه لحمايه النظام، وما تبقى يبقى ان انا علشان اسيء استخدام سلطتي يا اما ان انا اتطاول على مواطن او ان انا اعذب مواطن في اسم او. والناس كمان شافوا وعرفوا ان دور الشرطه مش هو ده بس، يعني مفهوم الشرطه، ولو ان ما حدش يعني قال لنا المفروض عمالين نقول تحديث مناهج ومش عارفه ايه، ما حدش قال لنا الشرطه على فكره لو حكي اتحداكي يبقى في منهج او يعني حاجه مكتوبه ليها معنى ومكتوبه بطريقه لطيفه جذابه للاطفال وللنشء. الشرطه دي معموله ليه؟ ليه انا لما بسافر بريطانيا ببقى حريصه جدا ان انا اقف اتصور جنب العسكري في الشارع، ولما سائح بيجي مصر ما بيتصورش جنب العسكري الا لو بيتصور عشان يحطها على الفيسبوك في الغالب انا وانت هنجري من قدام العسكري. انا ما اقول لا خالص من اصله الفكره مش وارده من اصله. فكل دي محتاجه تاني هي عمليه بروسيس، يعني اجراء هياخد سنين بعد الثوره زي ما قال دكتور سعيد الموضوع ده هياخد سنوات، ولكن اعتقد ان احنا يعني ابتدينا على الاقل. نتمنى. يعني السؤال او المساله اللي كانت بتطرح دايما وكانت الاكثر شيوعا قبل ثوره 25 يناير ان الكثير من السلوكيات في الشارع المصري يمكن تفسيرها بانها حلقات متواصله للقهر، حضرتك بيمارس عليك قهر فبتمارسه على الاضعف منك فبيمارسه على الاضعف منه، فان هذا هو الاساس، القمع والقهر السياسي هو المتسبب في هذه المساله. اولا انت موافق على هذا التفسير ولا لا؟ ثانيا يعني في الفترة المفترض ان احنا في طريقنا لمواجهة هذا القهر، هل انت شايف برضو انها تبدأ من فين؟ هتبدأ من فوق ولا تبدأ من تحت؟ تبدأ من كله في نفس الوقت. خلي بالك موضوع القهر ده حتى قهر المرأة، خلي يعني لوم الضحية، استاذ امينة بتكلم على القاء اللوم على المرأة في المواضيع اللي بيطلق عليها تحرش رغم انها جرائم كراهية للمرأة. صحيح. يعني حتى في التحرير بتلاقي هل ده رغبه جنسيه فجاه واحد يضرب مطاوي بعنف ويضرب امراه جسمها 30-40% محروق؟ هل دي قصه حب؟ هل ده بسبب حرمان جنسي او المجتمع المصري ما فيش اكتر من مجتمع بيدخل على الانترنت وبيشوف محطات جنس؟ طب ما هو امريكا ودول اسكندنافيا عندهم كل حاجه عندهم موجوده، لكن في ايضا جرائم اغتصاب. جرائم الجنسيه هي جرائم سلطه وجرائم سيطره وجرائم انا عايز اثبت نفسي، جرائم ناس بتعاني من مشاكل نفسيه وبيحاولوا حكايه بقى الاعلام اللي حاول يبررها وانها يطلعها اصل دول ما عندهمش سكن اصل ده. انا المراه وجسد المراه المصريه ما هواش تبرير او تنفيس لكل واحد عنده مشاكل نفسيه او اقتصاديه، المشاكل دي طلعها في الحكومه اللي هي فشلت مش عارفه تجيب له شغل. ليه الراجل اللي هو بيعمد الى هذه الجرائم او بيبرر جريمته او نظرته حتى غير البريئه من اول النظره غير البريئه بانها لابسه كذا، في حين ان هو نفسه اذا اتيح لي ان هو يسافر في دوله ثانيه وجد امراه تلبس اقل القليل من الملابس لا يجرؤ على النظر اليها؟ ودايما في مقارنه في المجتمع المصري بمثلا عقود سابقه كانت الستات بتلبس فيها بشكل يعني لا يمكن مقارنته مع الملابس اللي بنلبسها دلوقتي في الشارع المصري، وكانت ممكن الست تقعد في الاتوبيس وهي لابسه المانيو جيب ومحدش يبص عليها. هناك طبعا لما بيسافر بلد ثانيه في طبعا عارف ان في قوانين وفي شرطه وفي قواعد عامه، وهيلاقي ان المجتمع هياخد موقف منه رغم ان المجتمعات دي فيها اللي انت عايزاه لو بس تروحي في مكانها
وفي أوضاعها وبقواعد معينة. أما النوع العنف أو البلطجة دي بيبقى ناس عايزة عنف أصلا. إحنا حتى خلي بالك أنواع العنف عند المرأة المصرية مش بس العنف اللي إحنا بنشوفه في الشوارع. عندك عنف قتل الشرف، عندك الختان، عندك جواز الأطفال، جواز السياحي، عندك الاغتصاب الزوجي اللي إحنا لحد دلوقتي لسه ما بنتكلمش عليها، وما افتكرش لسه البرامج بتاعتنا ممكن تفتح هذا المواضيع. إنما في بلاد تانية أي علاقة جنسية حتى في إطار الزواج فيها عنف مرفوضة ومتجرمة. إنما أنت لسه حتى هذه اللحظة ما عندكيش لا العلماء اللي يقدروا يفتحوا هذه المواضيع ويتناقشوا. أنت عايزة صورة كمان في الفكر الديني، في الفكر الاجتماعي، الفكر الثقافي بتاعت البلد. والموضوع السياسي ليس هو الثورة فقط، الثورة لازم تمسكي كل هذه الجوانب من المجتمع. احنا حاولنا ان احنا نمسك ما يتيسر لنا فيها في منها في هذه الدقائق القليلة، حاولنا نربط بموضوعات قد لا تبدو على السطح مرتبطة، لكن المؤكد ان في خيط ما يربطها. هل تجد علاقة بين سائق الميكروباص الذي يفرض سلطته او يحاول في الشارع ويقف مطرح ما هو عايز، وبين البياع اللي قرر ان هو هيقف هنا ومش هيمشي من هنا، وبين الشخص الذي يركب سيارته الفارهة ويكسر على عربيتك في الشارع او يتوجه لك بالالفاظ النابية، خصوصا اذا وجد اللي بيتسوق السيارة واحدة ست، وبين الشخص الذي يمسك آلة حادة ويعتدي على جسد امرأة استبحها في اكبر ميادين العاصمة؟ هل يمكنك ان تجد رابط؟ حاولنا ان احنا نجد رابط. هل نجحنا؟ الحكم متروك لحضراتكم. العلاج يبدأ من فين؟ ربما كانت محاولات الفهم والتحليل بداية يمكنها أن تكون موفقة. لهذه البداية بشكر ضيوفي على الهواء مباشرة، بشكر الكاتبة الصحفية اللي معها الأستاذة أمينة خيري. أنا بشكرك كمان. شكرا جزيلا أيضا للدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي. شكرا للدكتور. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. غدا يوم آخر في مصر، إن شاء الله يكون يوم أفضل. حتى ألتقيكم في بداية الأسبوع المقبل، هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا منى سلمان. إلى اللقاء.